من والدي أن يشتري لي هذه المذكرات. لقد كان دائما أبا عظيما، على الرغم من أنه لم يعد هو نفس الشخص بعد وفاة أمي. كان دائما كبيرا في تعليمي كيفية الكتابة والأشياء الأخرى. قال إن الكلمات هي أهم شيء على الإطلاق، إن عمله هو أن يكتب الكتب، لذلك أعتقد أنه يريدني بشكل ما أن أفعل ذلك أيضا. لقد كان سعيدا جدا عندما أخبرته أنني أريد تدوين مذكراتي، لذلك اشترى لي هذه المذكرات. إنه كتيب رائع الشكل، مغلف بالجلد. كنت في الخامسة من عمري عندما أصيبت أمي بنوبة قلبية أبعدتها عني وعن أبي، لكنني ما زلت أتذكرها جيدا. أنا الآن في التاسعة من عمري، لكني ما زلت أفتقدها. بدأت أنسى وجهها أحيانا، لكن لدينا الكثير من ألبومات الصور والأشياء التي أنظر إليها كثيرا لتذكرني بها. أحيانا يشعر والدي بالحزن الشديد، حتى أنني أسمعه يبكي في الليل. لقد حاول أن يتعرف على سيدات أخريات، لكنه يقول دائما أنه لا أحد يمكن مقارنته بأمي. سيكون من الغريب أن يرتبط بامرأة أخرى. أعني، هل سأضطر إلى أن أدعوها بأمي على الرغم من أنها ستكون مجرد سيدة غريبة عني؟ ما زلت أريد أن يكون أبي سعيدا، حتى لو كان ذلك غريبا بالنسبة لي. حقا لم أكن أريد أن أكتب في هذه المذكرات عن هذه الأشياء المحزنة، لكنني سمعت أنه من الجيد كتابة هذه الأشياء على الورق حتى تساعد الإنسان على التعامل معها. لكن ليس هذا هو السبب في أن أسأل والدي لشراء هذه المذكرات. السبب الحقيقي هو أن بعض الأشياء الغريبة تحدث في الليل أحيانا. أعني، أعتقد أنها ليست أشياء غريبة بقدر ما هي مجرد شيء غريب يحدث ذلك كل أسبوعين، وأحيانا مرة واحدة فقط في الشهر، لذلك أعتقد أنها ليست مشكلة كبيرة. لقد كان يحدث قبل وفاة أمي وقد أفزعني في البداية. أعتقد أنني كنت مجرد طفل ساذج في المرة الأولى التي رأيته فيها، لكنني أكبر سنا الآن وأعلم أنه ليس طبيعيا. سألت والدي عن ذلك، لكن بدا لي أنه نوع من الجنون عندما قلت ذلك بصوت عال، لذلك أخبرت أنني كنت أداعبه. إنه شيء مثل جسر يمتد من نافذة غرفة نومي إلى ما لا نهاية. إنه يذكرني نوعا ما بتلك الجسور الخشبية التي تراها في الغابات، لكنه طويل جدا. في المرة الأولى التي رأيته فيها كنت خائفا بعض الشيء لأنه لم يكن موجودا من قبل، ثم فجأة أصبح هناك. من الواضح أنه يمكنني أن أفتح نافذتي وأمشي عبره، ولكن ماذا لو اختفى أثناء وجودي عليه؟ لا أريد أن أسقط على الأرض أو أن أصاب بأي أذى، لكنني أريد حقا أن أرى إلى أين يؤدي. لقد ظهر منذ يومين، لذلك أعتقد أنه لن يعود إلا بعد مدة. سأكتب أكثر عندما يظهر مرة أخرى. لم أكن أشعر أنني بحالة جيدة، لذا لم أذهب حتى لألقي نظرة عليه. كان بإمكاني رؤيته من النافذة. إنه يصدر أصواتا هذه المرة، لدي صرع أو شيء من هذا القبيل، لكن لا يمكنني حقا أن أقول ذلك بشكل صحيح. يجعل جسدي يقوم بأشياء غريبة في بعض الأحيان، وبعد ذلك أشعر بالإغماء. يقول والدي إن لدي بعض المشاكل الأخرى أيضا، لكنني لا أعرف ما يعني حقا. يجب أن أتناول مجموعة من الحبوب كل يوم، وبعضها يجعلني أشعر بالدوار قليلا، لكن أبي يقول أنني يجب أن أتناولها. لم يحدث أي من هذه الأشياء معي الليلة الماضية. أعتقد أنني أصبت بنزلة برد أو شيء من هذا القبيل. لسبب ما يشعر والدي بالقلق
علي عندما أصاب بأي نوع من المرض. يقول أن نظام المناعة عندي معطل أو شيء من هذا القبيل. أكره عندما يستخدم هذه الكلمات الكبيرة. في بعض الأحيان أعتقد أنه يختلقها، ومع ذلك لا أشعر أنني بحالة جيدة. ربما سأشعر بتحسن في المرة القادمة عندما يأتي الجسر. الرابع عشر من سبتمبر 1990. أشعر بتحسن الآن. لدي حبوب جديدة أخرى يجب أن أتناولها. قال الطبيب أنها ستساعدني في مقاومة العدوى. لم أرى الجسر منذ وقت طويل. لا أعرف ما إذا كان قد أصيب بالملل في انتظار خروجي من المستشفى. لا أعتقد أني سوف أنتظر شخصا إذا ما بدا أنه قد رحل بعيدا، لكن على الرغم من ذلك كل شيء على ما يرام. بدأ والدي يتحدث إلى إحدى الممرضات في المستشفى. ضحكوا كثيرا وظلت تلمس ذراعه. إنه يتحدث معها كثيرا عبر الهاتف، وكانوا يخرجون لتناول العشاء في بعض الأحيان أيضا. إنها سيدة لطيفة. من الغريب أن أراهم يمسكون بأيديهم، لكن أبي يبدو سعيدا. قد يكون الأمر غريبا إذا تزوج، لكنني لا أمانع. نعم أنا ذاهب للعب الآن. لا أستطيع كتابتك أيتها المذكرات طوال اليوم. هاها. التاسع والعشرون من أكتوبر 1990. اقترب عيد الهالوين. أنا متحمس جدا. يقول والدي إنه لا يمكنني اللعب بالخارج لفترة طويلة لأن الجو بارد نوعا ما، ولا يريدني أن أمرض مرة أخرى. أراهن أن بإمكاني إقناعه بالسماح لي بالبقاء بالخارج لفترة أطول. الممرضة ماندي ستكون هنا أيضا، وأعتقد أنها تحبني. إنها حقا سيدة لطيفة، وقد كانت متواجدة في المنزل كثيرا في الفترة الأخيرة. ظننت أنني سمعتها تتجادل مع أبي الليلة الماضية، لكنه أخبرني أنهم كانوا يشاهدون فيلما مخيفا وهذا جعلها تصرخ كثيرا. سألته إذا كان بإمكاني مشاهدة هذا الفيلم أيضا، لكنه قال إنه مخصص للكبار فقط. كنت أشاهد بعض الأفلام المخيفة أيضا، لكنها كانت مخيفة للأطفال فقط. كانت قناة نيكوليديان تقوم بعرض بعض الرسوم الكرتونية السخيفة والتي تبدو مخيفة لكنها ممتعة، ولقد عرضوا فيلم جارفيلد في الهالوين وأنا أحبه كثيرا، حتى أنهم يعرضون قصص أشباح قراصنة. إنهم يخيفونني بشكل ما. أعتقد أنه من المفترض أن يكونوا مخيفين، لذلك لا أمانع. لا أحب حقا أجزاء الغناء، لكنها لا تزال المفضلة لدي. أنا أحب تشارلي براون أيضا، لكنه لم يعرض بعد. مرة أخرى عاد الجسر الليلة الماضية. أردت أن أفتح النافذة وأمشي فوق هذه المرة، لكنه ما زال يجعلني متوترا. حاولت البقاء مستيقظا طوال الليل لأرى كم من الوقت بقى هناك، لكن انتهى بي الأمر بالنوم بعد فترة. كان هناك لفترة طويلة. لا أعرف متى نمت كما تقول الممرضة ماندي، لكنني أعرف أن الجسر كان هناك لساعات قبل أن أفعل. أريد بشدة أن أذهب إلى هناك قريبا، لكنني لا أريد أن أغيب عن عيد الشكر أو عيد الميلاد إذا اختفى قبل أن أعود. سيكون الأمر مزعجا حقا إذا وصلت إلى الطرف الآخر واختفى، ومع ذلك سأحرص على ارتداء ساعتي عند المشي فوقه. إذا استغرق الأمر مني على سبيل المثال ساعة لتجاوزه، فربما أكون قادر على العودة إلى غرفتي. أعلم أن والدي سوف يقلق إذا تغيبت لفترة طويلة. ستطلب الممرضة ماندي البيتزا في الوقت الحالي، لذا سأستحم قبل أن تصل إلى هنا. أنا جائع جدا. الثالث والعشرين من ديسمبر 1990. اقترب وقت عيد الميلاد. أعلم أن هناك الكثير الذي أريد أن أكتبه، لكنني متحمس جدا. لقد كنت جيدا هذا العام، على الرغم من أنني لكمت بن الطفل الذي يسكن في البيت المجاور لنا في فمه الأسبوع الماضي. لقد كان يسخر مني لأنني أتعلم في المنزل وقال إنني معاق. لا أعرف ماذا يعني بذلك،
لكن أبي قال إنه شيء سيء ليلقبني به، وليس من المفترض أن أقول كلمات مثل هذه، لكنني لا أعتقد أن الأمر مهم إذا كتبتها، على الرغم من أنني لم أفهم الأمر، إلا أنه أصابني بالجنون وضربته في وجهه. إنه أكبر مني بسنتين، لكنه بكى كالطفل. أعلم أنه كان لئيما، وما كان يجب أن أفعل ذلك، لكن والدي ضحك على ما فعلته. أخبرني أن بابا نويل سوف يغفر لي لأنني كنت معتدا بنفسي. آمل أن يكون على حق. لقد كنت أعمل بجد حقا لأكون جيدا هذا العام. أنا حقا أريد سوبر نينتندو، أعتقد أنهم يصنعونها في القطب الشمالي، لكني آمل أن أكون جيدا بما فيه الكفاية للحصول على جهاز. قال أبي إنه يشعر بشعور جيد حيال ذلك، لكنه قال إنه لا يستطيع تقديم وعود أو أي شيء، لأن بابا نويل لا يمكن تحمله أو شيء من هذا القبيل. على أي حال عاد الجسر حوالي 3 مرات منذ أن كتبت هنا آخر مرة، ومع ذلك لن أصعد عليه. كنت أرغب في ذلك في المرة الأخيرة، حتى أنني فتحت نافذتي لإلقاء نظرة أفضل، لكنني كنت خائفا جدا للاقتراب منه. لقد ضربت الخشب بيدي وهو حقيقي بشكل عجيب، أعني يبدو الأمر وكأنه موجود فعليا. في المرة القادمة التي يعود فيها قد أتعافى من خوفي وأكون شجاعا. بدأ وكأنه يتحدث لي، أعني أعتقد أنه لا يصدر صوتا أو يكون كلمات فعلا، لكنني أعتقد أنه يريدني أن أمشي عليه. سأفعل ذلك بالتأكيد، لكن ليس قبل عيد الميلاد، لم يبقى سوى يومين. أنا متحمس بجنون. كانت هذه أحداث أردت أن أحكيها أكثر من المرة السابقة. 20 فبراير 1991. والدي سيتزوج من الممرضة ماندي. لا يزال الأمر غريبا بشكل ما، لكنه سعيد حقا. إنه يسمح لي بأن أدعوها باسمها ماندي. سيكون من الغريب أن ألقبها بأمي، أعني إنها سيدة لطيفة للغاية وقد اشترت لي أشياء رائعة جدا، لكن لا أعتقد أنه من الصواب أن أناديها بأمي. حصلت على السوبر نينتندو الخاص بي، إنه جهاز رائع جدا. أبي وماندي يلعبون معي، ما زلت أستمتع عندما أكون أنا فقط من يلعب، لكن من الرائع أن يتشاركوا معي فيها. لقد مشيت بالفعل على الجسر الليلة الماضية، كنت سوف أمشي عليه الشهر الماضي عندما ظهر، ولكن بعد يومين فقط من عيد الميلاد حصلت على الكثير من الأشياء الرائعة حقا. حصلت على ألعاب فاينال فايت، سوبر ماريو وورلد، وإف زيرو، ونينتندو. لدي بعض سلاحف النينجا وبعض المتحولون وبعض ألعاب حرب النجوم أيضا. حصلت على بعض الألعاب الأخرى لكنها ليست ممتعة في اللعب مثل لعبة سوبر نينتندو الرائعة. على كل حال كان الجسر طويلا جدا، شعرت وكأنني أسير للأبد. كدت أن أعود عدة مرات، لكنني استجمعت شجاعتي ووصلت السير. ما كان مخيفا حقا هو أنه بدا كما لو كنت في الفضاء الخارجي عندما كنت عليه. لم أرى حتى شارعي من تحتي. كان حولي نجوم وسحب أرجوانية وزرقاء وأشياء عجيبة. كان المنظر رائعا حقا، لكنني كنت سعيدا لأن الجسر به ضرب زين، لأنني كنت سأقع بالتأكيد. كان من الصعب حقا إبقاء عيني على الطريق مثلما كان يقول والدي عندما كنا في السيارة. كان هناك الكثير من الأشياء الرائعة من حولي، وظللت أنظر لأعلى ولأسفل وفي كل مكان. لذلك عندما وصلت إلى النهاية بعد المشي لمدة ساعة كاملة، كانت هناك رقعة مستديرة من العشب ورجل يجلس على طاولة. كان لا يزال هناك مساحة في كل مكان حولنا، ولكن كانت هناك أيضا بحيرة غريبة المظهر بجانب ذلك الحقل المستدير. كان هناك رجل آخر يجلس على متن قارب، لكنني لم أستطع رؤية شكله لأنه كان يرتدي غطاء للرأس ولم يكن ينظر إلي بشكل مباشر. لقد أخافني قليلا بشكل ما، لكن الرجل الآخر على الطاولة كان رجلا عجوزا لطيفا حقا. كان لديه لحية طويلة وشعر طويل للغاية كان معقوسا خلف رأسه. لقد بدا وكأنه يمكن أن يكون شقيق سانتا أو شيء من هذا القبيل، لكنه لم يكن يرتدي بدلة حمراء مثله.
كان يرتدي ثوبا غريبا أو شيء من هذا القبيل يشبه إلى حد ما رداء حمام والدي. تساءلت بشكل ما عما إذا كان قد خرج للتو من الحمام قبل أن أصل، ربما كان يسبح في تلك البحيرة اللامعة التي كان يطفو عليها القارب. لقد كان غريبا بعض الشيء على ما أعتقد، لكن كان لطيفا وطلب مني أن ألعب معه لعبة. سألته عن نوع اللعبة لأن والدي حذرني من الغرباء الذين يريدون لعب ألعاب مريضة مع أطفال مثلي، لكنها كانت مجرد ألعاب لوحية. سألته عن ما عنده من ألعاب فقال أن لديه كل ما أريد. كان الأمر جنونيا لأنني لم أرى أي صناديق أو أي شيء يحوي ألعاب. سألته عما إذا كان لديه لعبة أفراس النهر الجائعة. أنا آسف لأنني جيد في هذه اللعبة. مد يده من تحت الطاولة وأخرجها. لقد كان شيئا رائعا لأنني لم أرها هناك من قبل. قال إنه لم يكن لديه وقت سوى للعب لعبة واحدة فقط، لكنه أخبرني أنه يجب أن أذهب معه إذا خسرت. لقد أخافني ذلك بشكل ما لأنني لم أكن أريد أن أترك والدي والسوبر نينتندو، لكن كان لدي شعور جيد أنني أستطيع التغلب عليه. لقد بدا ذكيا، لكنني رائع في لعبة أفراس النهر الجائعة. لقد تغلبت عليه بشكل تام، لم يكن لدي أدنى فرصة. لقد بدا سعيدا حقا أنني فزت وابتسم ابتسامة كبيرة. كانت أسنانه شديد البياض بالنسبة لكونه رجل عجوز، ربما كانوا غير حقيقيين أو شيء من هذا القبيل، لكنهم بدوا حقيقيين بالنسبة لي. ودعني وقال لي أنني يجب أن أذهب. ركضت عائدا عبر الجسر، لكن العودة إلى منزلي كانت أسرع بكثير من الابتعاد عنه. على كل حال كنت سعيدا بالعودة إلى غرفتي. أشعر بالتعب الشديد في جسدي، لكن لم أشعر بذلك عندما كنت على الجسر أو عندما كنت ألعب مع الرجل العجوز. بمجرد أن عدت من خلال نافذتي شعرت بالنعاس. سقطت على سريري وذهبت في النوم. لقد كان وقتا رائعا جدا، لكنني لا أعرف ما إذا كنت سأعود في المرة القادمة. السادس من سبتمبر 1991. لقد كان هذا غريبا حقا. عدت إلى الجسر عندما عاد بعد شهر من آخر مرة. لم أكن سأذهب لأن جسدي كان يؤلمني بشدة، لكنني تذكرت أنني كنت أشعر بحالة جيدة عندما كنت أمشي عليه. هذه المرة لعبت لعبة مونوبولي مع الرجل العجوز لأنني أجيدها أيضا، واستمرت اللعبة لفترة طويلة جدا. لقد كان سباقا جنونيا طويلا. لقد تغلبت عليه هذه المرة أيضا، لكن عندما عدت إلى غرفة نومي لم تكن غرفة نومي. لم يغير الجسر الاتجاهات أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني ذهبت إلى المستشفى. لقد كنت متعبا بشدة عندما دخلت من النافذة ووقعت في التو على السرير الذي كان هناك، لكن عندما استيقظت كان قد مضى 6 أشهر تقريبا. جاء أبي وممرضتي ماندي راكدين عندما استيقظ وقال إنني كنت في غيبوبة أو شيء من هذا القبيل. قال إنها كانت غيبوبة مختلفة، لكني لم أفهم ما كانوا يقصدون. أخبرني أنني كنت في نوبة صرع شللي وقد كانت سيئة بشدة أو شيء من هذا القبيل، وهذا ما جعلني أدخل في غيبوبة. أخبرت عن الجسر وقال إنني لست مضطرا للذهاب إليه بعد الآن بالرغم من أنه لا يصدقني. قال إنه ربما كان من نتاج خيالي أو حلم غريب رأيته، لكن لا ينبغي أن أخرج إلى هناك على كل حال. أخبرته كيف جعل جسدي يتحسن، لكنه قال لا، إنه أمر سيء. لأنني أحب الرجل العجوز الذي يلعب معي ولا أريد أن يعتقد أنني غاضب منه أو أي شيء آخر. أعتقد أنني لن أعود مرة أخرى. رغم ذلك لا أريد أن أجعل والدي يبكي مرة أخرى. لم يفعل ذلك منذ أن تزوج الممرضة ماندي، لكنه كان يبكي كالطفل عندما استيقظ. أخبرته أنني آسف وقال إن ذلك لم يكن خطأي، لكنني ما زلت أشعر بالسوء بشكل ما. حصلت على هذه المذكرات لا أكتب عن هذه الأشياء الغريبة، لذلك لا أعرف ما إذا كنت سوف أستطيع أن أكتب بعد الآن.
أنا أحب ذلك بشكل ما، لكن معظم الأشياء التي أقوم بها مملة جدا للكتابة عنها على ما أعتقد. لقد عدت للتو إلى المنزل اليوم، لكنني أردت كتابة هذه الأشياء قبل أن أنسى. يريد أبي وماندي مني أن ألعب سوبر نينتندو معهم، لذلك سوف أذهب لأفعل ذلك. السابع عشر من يونيو 1992. كدت أنسى يوميات القديمة حتى وجدتها تحت السرير. نحن بصدد الانتقال إلى حي جديد، لكن والدي لا يسمح لي بالمساعدة كثيرا في غلق وتجميع الصناديق. ما زلت أمسك بصندوقين لحزم بعض أشيائي. لقد كان مشغولا جدا بهذه الخطوة، لذلك لا أريد أن يضيع أو يفسد أي من أشيائي. لقد بلغت 11 من عمري الأسبوع الماضي، والهجاء أفضل بكثير الآن. قرأت من خلال ما كتبته من قبل، ولم أدرك حتى الآن مدى سوء ذلك. ما زلت أعاني من مشكلة مع بعض الكلمات الكبيرة، لكني أتحسن، لكن جسدي يشعر بتعب شديد هذه الأيام. أعتقد أن هذا هو السبب في أن أبي لا يريدني أن أساعد كثيرا في هذه الخطوة. لقد تحسنت حالة الصرع لدي قليلا مؤخرا، لكن نظام المناعة لدي يعاني من مشاكل أكثر الآن. اضطررت إلى إجراء مجموعة من الاختبارات بعد غيبوبتي التي استمرت 6 أشهر، واكتشف الأطباء أنني مصاب بسرطان الدم أو شيء من هذا القبيل. يجب أن أتلقى هذه الأدوية الفظيعة، وهي تجعل جسدي يشعر بالتعب. يقول والدي إن المدينة التي سوف ننتقل إليها قريبة من مجموعة من الأطباء التي يمكن أن تساعدني أكثر من الأطباء الموجودون هنا. أنا أكره جميع الاختبارات والعلاجات، لكن ماندي تقول إنها تساعدني فقط على الشعور بالتحسن، لكنها تجعلني أشعر وكأنني خرقة بالية. أشعر بالسوء نوعا ما لأننا مضطرون إلى الانتقال إلى مدينة جديدة من أجلي فقط. قال أبي إنه يقوم بعمله من المنزل على كل حال، لكن ماندي ستضطر إلى العمل في مستشفى جديد. تقول إنها لا تمانع، لكن ما زلت أشعر بالسوء. أعتقد أن كل شيء سوف ينجح على الرغم من ذلك. على الأقل أنا أتعلم في المنزل، لذلك لا داعي للقلق بشأن الشعور بالحرج من الأطفال الآخرين. لا يزال الجسر يظهر كل شهر. فعلت ما طلب أبي ولم أعد إليه. كنت أرغب حقا في ذلك عندما كنت أشعر بالضيق. أعتقد أنني لن أضطر للقلق بشأن ذلك عندما ننتقل. أخذني إلى المستشفى، لكنني لا أعتقد أنه سيعرف من أين يتبعني إلى المنزل الجديد. أتساءل ما إذا كان الرجل العجوز سيكون غاضبا مني لعدم قدومي لرؤيته بعد الآن. أعتقد أن هذا لا يهم. سأنهي غلق صناديق هذه الأشياء. قد أكتب مرة أخرى عندما نصل إلى البيت الجديد. الثامن من نوفمبر 1992. لقد قضينا 2 شهر في المنزل الجديد. إنه جميل جدا، لكن غرفة نومي في الطابق الأول الآن. قال والدي إنني أضعف من أن أصعد وأنزل السلالم الآن. أعتقد أنه على حق. أشعر حقا بالسوء في الآونة الأخيرة. لم أستطع حتى أن ألعب في الهالوين هذا العام، والذي كان شيئا سيئا حقا. على الرغم من أن غرفتي تقع بجوار شجرة كبيرة، إلا أن الجسر وجدني مرة أخرى. إنه لأمر غريب حقا كيف أنه يقطع الشجرة، لكنها تعود شجرة كاملة مرة أخرى بحلول الصباح. أردت حقا أن أمشي عليه الليلة الماضية. كان كل شيء يؤلم الآن. كان الأطباء الجدد يجربون مجموعة من الأشياء الجديدة، ولا يزال يجب علي الحصول على هذه الأدوية المروعة أيضا. كنت أخاف من الإبر، ودائما كانت تجعلني أبكي، لكنها لم تعد تزعجني. ماندي تقول أنني أشبه وسادة الدبابيس الآن. إنه شيء مضحك نوعا ما، والطريقة التي قالتها بها جعلتني أضحك، لكني أريد فقط أن أكون طفلا عاديا. أرى أطفال الحي يلعبون في ساحات منازلهم، لكنني لا أستطيع حتى مغادرة المنزل بعد الآن إلا إذا كان علي الذهاب إلى المستشفى أو الطبيب. في بعض الأحيان أنا فقط أتمنى أن أكون مثل الأطفال الآخرين. لدي الكثير من الألعاب والأشياء التي لا يملكها الأطفال الآخرون، لكنني أريد أن أكون قادرا على الركض أيضا.
أعتقد أنه لا ينبغي أن أتضمن من ذلك. يقول والدي إن الأمور يمكن أن تكون أسوأ دائما عندما أشعر بالإحباط. أراهن أنني أستطيع الركض على الجسر، رغم ذلك أعتقد أنني سآخذ قيلولة. 8 مارس 1993. ذهبت على الجسر مرة أخرى الليلة الماضية. أعلم أنه ليس من المفترض أن أفعل ذلك، لكنني أردت فقط ألا أشعر بالمرض لبعض الوقت. كان من الرائع رؤية الرجل العجوز مرة أخرى، وبدا سعيدا حقا لرؤيتي أيضا. لقد بدا حزينا نوعا ما، لكنه لم يكن غاضبا مني بسبب بقائي بعيدا. ما كان رائعا هذه المرة كانت أمي هناك. حسنا، لم تكن هناك مثل هناك، لكن الرجل العجوز نجح في التحدث معها من خلال الطاولة التي عادة ما كنا نلعب عليها. أعتقد أن هذا يبدو غريبا بشكل ما، لكن هذا ما حدث. الطاولة مستديرة، وعادة ما تكون مجرد قطعة صلبة من الخشب، لكنه جعلها تفعل بعض الأشياء الرائعة. لقد غمس إصبعه في الجزء العلوي منها الذي يبدو وكأنه خشب عندما فعل ذلك، وتحولت السطح إلى سائل. قام بتدوير يده في السائل حتى تحول إلى مياه شديدة النقاء ولامعة. بعد بضع دقائق ظهر وجه أمي فيه، يمكنها رؤيتي أيضا. عرفت أنها كانت هي على الفور، على الرغم من أنني لم أعد أنظر إلى الصور كثيرا. بدأت تبكي عندما رأتني، وفعلت ذلك أيضا. أعلم أنني أكبر سنا الآن ولا يجب أن أبكي بعد الآن، لكنني فعلت. كان بإمكاني سماع صوتها، لكن بدأ أنه كان بعيدا. قال الرجل العجوز أنه لا يمكننا التحدث إلا لبضع دقائق، لكن ذلك كان مذهلا. لقد نسيت كم كنت أشتاق إليها. بعد أن اضطررت إلى وداعها، قال الرجل العجوز إنه لم يكن لدينا وقت لمباراة كاملة، لكن لا يزال يتعين علينا أن نلعب شيئا ما. قال إنه جزء من القواعد. أخرج مجموعة أوراق اللعب وجلس على الطاولة التي تحولت للخشب من جديد. أخبرني أنه يفوز من يحصل على أوراق عالية، لذا أمسكت بالورقة الموجودة في الأعلى. قام بتقسيم السطح إلى جزئين وأمسك بالسطح التالي لأسفل. كان لدي 3 ماسات فقط، وكان لدي 6 بستونيات. ضحك وقال لي إنني تمكنت منه مرة أخرى، وضحكت أيضا. عانقته قبل مغادرتي لأنني ما زلت أشعر بالسوء بسبب بقائي بعيدا. أخبرني أن الناس لا يفعلون ذلك عادة هنا، لكنه لا يمانع. لوحت له مودعا وعدت إلى المنزل. بمجرد أن عدت إلى غرفتي بدأ جسدي يؤلمني مرة أخرى، وعدت إلى السرير. لقد كان غريبا حقا، لأنه بمجرد أن استلقيت وأغمضت عيني دفع شخص ما جفوني إلى الوراء وسلط مصباحا يدويا صغيرا فيها. لم أرى حتى أي شخص آخر في غرفتي، لكن والدي وماندي كان هناك مع الرجل الآخر مع الضوء. قال والدي إن الرجل كان مسعفا. أخبرني أنني دخلت في نوبة. لا أعرف ما كان يعني، لكنني أخبرته أنني قد عدت للتو. لم أكن أريد أن أقول له إنني صعدت على الجسر مرة أخرى، لكن كان علي أن أفعل ذلك. ومع ذلك لم يكن غاضبا، بدأ يبكي مرة أخرى، واضطررت إلى العودة إلى ذلك المستشفى الغبي. سأكون هنا لبضعة أيام، لكنهم سمحوا لي بإحضار مذكراتي حتى أتمكن من تدوين هذه الأشياء. أراد والدي قراءتها، لكنني أخبرته أنها خاصة. لقد قاموا بتوصيل بعض الآلات الغريبة البراقة، ووجدت إبر عالقة في جسدي مرة أخرى، لكن كان لدي تلفزيون وغرفتي الخاصة، كل ذلك لوحدي. أتساءل عما إذا كان والدي يمكنه إحضار جهاز السوبر نينتندو الخاص بي. لا توجد قنوات لوتا كاملة على التلفزيون، سوف أسأله. 12 ديسمبر 1993. إن الثلوج تتساقط في الخارج. أتمنى بشدة أن أذهب لألعب فيها، لكنني عدت إلى المستشفى مرة أخرى. مستشفى غبي، أنا أكره ذلك كثيرا. جاء أجدادي لرؤيتي أمس واستمروا في البكاء وقول بعض الأشياء. بالطبع بكاؤهم جعلني أبكي، ولم أكن أعرف حتى ما كنت أبكي من أجله.
كان والدي يقيم هنا معي، لكنه كان ينام في غرفة أخرى رغم ذلك. قال الدكتور إنه لا يمكنني أن أتعامل مع أشخاص هنا لفترة طويلة لأنني يمكن أن أصاب بالعدوى بسهولة. لقد تمكنت من إحضار النينتندو معي وزوجين من الألعاب الأخرى. لقد كنت هنا منذ فترة هذه المرة. أعتقد أن الأمر ليس سيئا للغاية، لكن لا أعتقد أنني سأعود إلى المنزل في عيد الميلاد. أتساءل عما إذا كان سانتا سيحضر هداياي إلى هنا، أو إذا كنت سأضطر إلى الانتظار حتى أعود إلى المنزل. ربما يمكن لأبي أو ماندي إحضارهم لي. يؤلمني كثيرا أن أتحرك هذه الأيام، لكني أراهن أنه لا يزال بإمكاني فك هدية مثل البطل. تساقط شعري. كنت منزعجا من ذلك لفترة من الوقت، لكن أعتقد أنه لا بأس به. كان من الصعب غسله عندما كنت في المستشفى في المرة الأخيرة، وقد أصابني بالحكة في بعض الأحيان. يبرد رأسي حقا بدون شعر. هذا غريب حقا، لكن ماندي قالت إنني أبدو وسيما برأس أصلع. هذا غريب أيضا. كان الجسر خارج النافذة طوال الوقت الذي كنت فيه هنا. ما زلت أرغب في الخروج إلى هناك، لكنني لا أعرف ما إذا كنت أستطيع ذلك مع كل هذه الآلات الموصولة بي. لا أعرف حتى كيف أفتح النافذة هنا. أعتقد أنني لست بحاجة إلى الخروج في البرد. رغم ذلك لم أهتم أبدا إذا كان الجو باردا أو ساخنا على الجسر. أعتقد أنني سأعود للنوم. من الصعب بالنسبة لي أن أبقى مستيقظا لفترة طويلة هذه الأيام. ربما يكون السبب هو كل الأدوية التي يواصلون إعطائي إياها. أنا متعب حقا. السادس والعشرون من ديسمبر 1993. لابد أن بابا نويل قد أتى إلى المستشفى. لقد كان لدي الكثير من الهدايا عندما استيقظ يوم عيد الميلاد. كان علي أن أجعل والدي يساعدني في فتحها لأنني الآن ضعيف حقا. حصلت على بعض الألعاب الجديدة من أجل السوبر نينتندو الخاص بي. لعبت أنا وأبي ومندي كثيرا بالأمس. كان الأمر ممتعا للغاية، لكنني سئمت سريعا. لم أرى أبي يبتسم كثيرا منذ فترة حتى الآن. كان هو ومندي يقضيان وقتا ممتعا. لم أخبرهما أنني كنت أشعر بالسوء. أعتقد أنني على وشك الذهاب إلى الجسر مرة أخرى. يبدو مختلفا نوعا ما الآن. يبدو الأمر أكثر إشراقا بطريقة ما. لقد أصبح لامعا منذ بضع دقائق. إنه يناديني بطريقة غريبة بشكل ما. هناك شخص ما على الجسر، إنه يتجه نحو النافذة. هذا لم يحدث من قبل. إنها أمي. أمي هناك. إنها حقا هي. أنا ذاهب إلى هناك الآن. أنا آسف لأنني لم أعد أستطيع الكتابة، لكنها تطرق على الزجاج. سأكتب المزيد غدا. كتب في يوميات توبي: لقد فقدناه في اليوم التالي لعيد الميلاد في تلك الليلة الثلجية في عام 1993. لقد عانيت لفترة طويلة، وآلام فقده قبل أن تتاح له فرصة الحياة كاملة لا تزال تجعلني أبكي حتى يومنا هذا. كان يعاني بالفعل من الصرع ونقص المناعة الشديد قبل أن يصاب بسرطان الدم. كنا نعلم أنه ليس لديه فرصة حتى مع كل الألم الذي عانى منه. كان دائما طفلا سعيدا. كانت زوجتي ماندي قد دخلت للتو في حياته، وكانت تحبه كما لو كان طفلها. لقد كان هناك شيء فيه يجلب المرح والسعادة لأي شخص يتعامل معه. لا أستطيع أن أصف مدى الألم الذي شعرت به عندما مات. لقد رزقنا أنا وماندي بابنة في أوائل عام 2000. كنت قلقا من أنني كبرت في السن بحيث لا يمكنني تربية طفل آخر، وما زلت أشعر بخسارة طفلي الأول. لكن جريسي جعلتني أشعر بالشباب مرة أخرى. كانت محظوظة لأنها ولدت سعيدة وبصحة جيدة. كانت هي التي أعادتني إلى الحياة مرة أخرى بعد أن فقدت ابني. كانت رائعة مثل شقيقها، وتأكدنا من أنها تتعرف عليه رغم أنهما لم يلتقيا أبدا، حتى أنها كانت تقبل صورته قبل النوم في بعض الأحيان. لقد فقدت زوجتي
بسبب سكتة دماغية منذ عامين. كان الأمر مفاجئا وموجعا، لكننا عشنا حياة طيبة معا حتى في الأوقات العصيبة. وقف بجانبي عندما قربني وفاة ابني من حافة الهوية، وأنا أفتقدها كثيرا. لقد كان لحياتي نصيبها من الأوقات الرائعة والمروعة. مع اقترابي من السنة 64 على هذه الأرض، أعتقد أنه لم يتبقى لي سوى القليل من الوقت. تم تشخيص إصابتي بالمرحلة الثالثة من سرطان الرئة قبل عام أو نحو ذلك.